إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من الأخ سامي، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو بعجالة، غادي نتكلموا فيه على ثلاثة المواضيع. غادي نتكلموا ونذكروا الإخوان بأنه ابتداء من اليوم الساعة منتصف الليل غادي تغيروا قواعد اللعبة، يعني شروط ديال الدخول إلى المملكة المغربية، يعني داك التحديث اللي وقع في اللوائح، يعني ابتداء من اليوم مع 12 الليل غادي يبقاو، غادي يولي يتطبق. الموضوع الثاني الإخوان غادي نتكلموا فيه على واحد البلاغ اللي ورد على الشركة ديال الخطوط الملكية المغربية في جميع الصفحات ديالها ولا الموقع الرسمي ديالها، تتكلم على يعني تغيير بعض مواعيد الرحلات والإمكانية ديال طلب التعويض. كذلك الموضوع الثالث، كيف تشوفوا يعني في الصفحه ديال وزاره الموقع الرسمي ديال وزاره الصحه، الوضع الحاله الوبائيه اللي تتورد من المغرب الاخوان وهي غير مطمئنه. وكذلك بغينا نتكلموا على واحد الخرجه اللي دار اعلاميه اللي دار السي عبد الكريم مزيان بالفقيه، اللي هو رئيس قسم الامراض الساريه بمديريه علم الاوبئه بوزاره الصحه في المملكه المغربيه. يعني ثلاث المواضيع غادي نناقشهم بعجاله، ولكن قبل ما نبداو الاخوان تنجددوا لكم الدعوه الدعم ديال القناه عن طريق الضغط على الزر ديال الاشتراك، الزر ديال الاعجاب، وكذلك الضغط على الجرس للتوصل بالجديد. اذا كيف ما قلنا الاخوان، اول شيء بغينا نذكروا به الاخوان هو انه اليوم ابتداء من اليوم من منتصف الليل غادي يولي ساري العمل بهذاك القانون اللي جاء به تحديد اللوائح ديال المسافرين في المملكه المغربيه، اللي غادي يولي يتطبق من اليوم. الناس اللي غادي تدخل المغرب غادي تولي ساري عليهم هذه الشروط بعجاله. نذكروا يعني الناس اللي غادي يجيو من بلدان ديال اللائحه الف، الناس اللي اغلبيتهم اللي في اوروبا وامريكا، يعني الناس ديال اللائحه الف غادي يدخلوا. الناس اللي ما ملقحينش غادي يتغير، اللي كاين الوحيد اللي كاين هو انه بدلا ما كانوا تيجيبوا شهاده ديال البي سي ار، تحليل هذيك ديال البي سي ار سلبيه ما تعداش 48 ساعه، ولا دابا المده ديال الصلاحيه ديالها 72 ساعه، يعني ولات 3 ايام دابا بدل يومين اللي كانت في الاول. التغيير الكبير الاخوان فين كاين؟ كاين في الناس ديال اللائحه باء. اللائحه باء كيف عرفوا يعني تم التحديد ديالها وضافوا لها ثلاثه دول اخرى هي مصر وروسيا وتونس، والتغيير يعني بهذه الطريقه هذه بهذا التغيير اللي وقع ديال الدول، هذا هو اللي سبب له بعض الاخوان والاخوات ديالنا مشكل، يعني بعثر لهم البرنامج ديالهم والاوراق ديالهم. بالنسبه للتغيير اللي كاين عند الاخوان في اللائحه باء هو انه الناس اللي عندهم شواهد ديال اللقاح، الناس اللي تلقوا الجرعتين بجوج وفات عليهم المده ديالهم القانونيه ديال 15 يوم، عندهم الحق انهم يمشيو للمملكه المغربيه بتحليله سلبيه، انه تكون عندهم تحليله سلبيه ما تتجاوز 48 ساعه، ويدخلوا من غير يترفع عليهم ذاك القيد اللي كان ديال الحجر الصحي في الفندق. يعني كيف يدخلوا تكون عندهم هذه الشروط، شهاده اللقاح ديالتهم يعني يكونوا تلقاو الجرعات وديزا المده القانونيه، وعندهم تحليله البي سي ار سلبيه ما تتجاوز 48 ساعه، كيف يدخلوا ارض الوطن عندهم الحق انهم يمشوا للبيت ديالهم. بينما الناس اللي ما عندهم شواهد تلقاح اللي ما تلقاوش الجرعات، مفروض عليهم انهم يجيبوا شهاده ديال البي سي ار سلبيه ما تتجاوز 48 ساعه، ويخضعوا للحجر الصحي في مؤسسه فندقيه، في فندق يعني فوتيل، على نفقتهم الخاصه لمده 10 ايام، وقبل ما يخرجوا اجباري عليهم يديروا واحد التحليل اخرى باش يشوفوا الوضع ديالهم، واش يكونوا حاملين لا يكونوا ايجابيين ولا سلبيين، باش يتمكنوا يمشيو يقضيو العطله ديالهم. هذا هو يعني التغيير اللي غادي يبدا من 12 الليل اليوم الاخوان. المسألة الثانية الإخوان اللي ذكرنا لها علاقة بهذا الموضوع، إن مجموعة من الإخوان والأخوات اللي كانوا جايين من مصر ولا من تونس كانوا حاجزين باش يجيو هذه الأيام هذه عندهم، يعني في هذا الأسبوع، ما نظرا لتغيير تحديث اللوائح يعني حتى هما غادي يولي عليهم إجباري أنهم يديروا الحجر الصحي. وكيف شرنا في الفيديو ديال الباحث الإخوان، الإخوان والأخوات ديالنا في جمهورية مصر العربية داروا واحد الوقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية في القاهرة، ويعني ولاو تيفكروا ما يمشيوش، بغاو يعني يتاخذوا يتخذ حل معاهم، ولكن اظن صعب انه اعاده النظر في القرار ديال يعني ادماج مصر في اللائحه. لذلك من المستحسن انه قلنا الاخوان يتجنبوا يمشيوا المملكه المغربيه في هذه الظروف باش ما يتكرفسوش. والحمد لله يعني ورد واحد البلاغ كيف تشوفوا ولا تغريده على الموقع الرسمي ديال شركه الخطوط الملكيه المغربيه، تتقول بانه نبلغ مسافرين القادمين من مصر وروسيا وتونس ان تغيير موعد الرحله يكون مجاني في نفس الوجهه لمده 15 يوم يوما بعد الغاء الرحله، يمكن سداد قيمه التذكره مقابل قسيمه. هذا هو اللي قلنا الباحه الاخوان، نتمنوا ما يديروش ما دام انه الحكومه هي اللي فرضت على الاخوان ديالنا باش يمشيو يديروا حجر، يعني بحال غيرت معاهم قواعد اللعبه ولا
مابقاوش يمشيو، ماشي تفرض عليهم انهم نهار شراو البي يخلصوا البي دقه وفاش يبغيو يلغيو تقول لهم ما نعطيكش فلوسك ندير لك قسائم شراء. المهم الخلاصه ديال هذا الكلام الاخوان ديال هذه التغريده هذه هو تيقولوا بانه الناس اللي جايين من هذه ثلاثه الدول وبيغيروا تاريخ الرحله عندهم، الا بغيو يلغيوها عندهم مده ديال 15 يوم باش يعاودوا يديروا حجز اخر، مثلا تغيروا تواريخ ديال الحجز. بينما الا بغيتوا يردوا لكم فلوسكم طلب يعني ديال استعاده واسترداد هذوك القيمه ديال المبالغ، ما يمكنش يعطيوكم الفلوس، غادي يعطيوكم قسائم شراء باش تعاودوا تستعملوهم مستقبلا. وهذه هي اللي كنا عمليه نصب اللي تتحتل بها الشركه ديال الخطوط الملكيه المغربيه على المواطن. المواطن تيدفع الفلوس مباشره فاش تيبغي فلوسو، ورغم انه التغيير ما جاش من عنده هو، جاء مفروض عليه، تيولي تيتلاعبوا به. المساله الاخوان اللي قلنا الموضوع الثالث واللي تنتمنوا انه الاخوان يعيروا له الاهتمام هو الحاله الوبائيه في المملكه المغربيه. كيف تشوفوا يعني هذا من الموقع الرسمي ديال وزاره الصحه في المملكه المغربيه، وزاره الصحه تعلن ارتفاع عدد حالات الاصابه بكوفيد 19 خلال اليومين الاخيرين وتحذر من انتكاسه وبائيه جديده. وجميع الاخوان يعني جميع المواقع تتكلم على هذا الموضوع، تتشوفوا الحاله الوبائيه راه في ازدياد كبير، غادي تتزاد بواحد الشكل اللي مخيف، اللي يقدروا يديروا شي مساله بين عشيه وضحاها. وكيف تتعرفوا يوم الخميس، هذا الخميس هذا ان شاء الله كاين انعقاد المجلس الحكومي اللي هو اللي بيناقش هذه المسائل هذو، يعني يقدر شي حاجه يقدر يخرج نهار الخميس شي قرار اللي يلخبط لكم يعني الاوراق والبرامج ديالكم. لذلك الاخوان حذاري، كونوا على بال، ونهار الخميس الانسان يبقى مركز في يعني في هذاك المجلس الحكومي ويتابع الاخبار باش الا بان ليه يعني شي مساله غادي يصدروا شي قرار اللي غادي يكون عاوتاني قاسي، الانسان يهز حوايجو ويعرف حاله قبل ما يحصل تما. لانه صراحة الإخوان كيف تشوفوا يعني الوضع غير مطمئن، وهما بحال تيغسلوا دابا يديهم كيف تنقولوا، يعني تيسبقوا العصا قدام الغنم، وعفوا على هذه الكلمة، تيفرشوا الإنسان باش غدا ولا بعد غدا إلا داروا حجر يقول لك راه كنا تنحضروكم وما تسنطوش. وحنا بغينا نعتمدوا في هذه المسألة هذه على الكلام كيف قلنا ديال السي عبد الكريم مزيان بلفقي اللي هو رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة بوزارة الصحة، اللي هو مسؤول كبير يعني ومن بين الناس اللي تيعطوا الاقتراحات ديالهم والتوجيهات ديالهم لوزارة الصحة ولا للحكومة باش تاخذ الإجراءات. راهو تيتكلم على واحد الوضع، يعني يتكلم على الوضع الوبائي في المملكة المغربية بواحد الشكل خايب، يعني عطى حتى التفاصيل بالنسبة بالمئوية وكاين تغيير كبير. وأكد السي بلفقي أن الحالة الوبائية في المغرب تسجل واحد التغيير واضح كبير باين، مما يعلن برأيه عن حساسية المرحلة القادمة، يعني تيبين بأنه هذه الأيام الجاية راهو حساسة، يعني فيها كاين فيها مسائل اللي تقدر تغيير المسار ديال الوضع في المغرب، مشددا على انه يتعين اما استدراك، هذه هي الجمله الاخوه اللي ردوا لها البال، مشددا على انه يتعين اما استدراك الموقف بكل حزم ومسؤوليه وتوجيه المنحه الى الاتجاه الصحيح، واما تقبل انتكاسه وبائيه تبدد وتهدم كل المكتسبات على مستوى التحكم الوبائي والنتائج الايجابيه للحمله الوطنيه للتلقيح. يعني اش تيقول الاخوان هنا، تيقول بانه الانسان لازم يردوا البال ولازم انه نزيروا المسائل ديالنا دابا، ولا غادي يصدق كل شيء اللي درنا مشى هباء منثورا. يعني راهو المسائل الاخوان تتمشي في هذاك المسار ديال انه غادي يكون يعني اعاده تشديد القيود على المواطنين وفي جميع ارجاء المملكه. لذلك الاخوان تنحضروكم الاخوان اللي باقي هنا، باقي في بلاد المهجر، باقي ما مشاوش، باقي ما حجوش، تسناو صبروا، لانه راه اغلبيه المؤشرات تتقول غادي تكون شي حاجه، غادي يكون تشديد ديال يعني الاجراءات في المملكه المغربيه، وباش ما تصدقوش عاوتاني الضحيه ديال هذه الاجراءات اللي تنقولوا دائما اجراءات قاسيه في حق المواطن المغربي. اخوان نتمنى الرساله تكون وصلت، ونتمنى لكم يوم طيب، والسلام عليكم ورحمة الله.